ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عادل المسلميني الخبير الاقتصادي. دكتور عادل بعد التحية، توصيات كثيرة خرج بها مؤتمر الاقتصادي مصر 2022، برأيك ما هي أهم هذه التوصيات؟ أهلا وسهلا حضرتك. الحقيقة أنا عايز أقول إن أهم ما جاء قبل ما نتكلم عن التوصيات، أهم ما جاء في كلمة قامة رئيس الجمهورية اليوم، أولا أنه وجه الحكومة بعدم تحميل المواطن أي أعباء جديدة، ثانيا أن هو بإصلاح يتم على مسارات متوازية، تمام، وطبعا ده معناه أن فخامة الرئيس عارف تماما الوضع الاقتصادي اللي فيه البلد وكيف يتم الإصلاح على مسارات متوازية، وما تم في 100 عام يتم الآن في 3 لـ5 سنوات. أما أهم ما جاء في توصيات المؤتمر الاقتصادي طبعا ان بدء التنفيذ هذه التوصيات، ومنها على سبيل المثال للحصر مشاركه القطاع الخاص بشكل جدي، وده بطرح الشركات التي ذكرت في وثيقه سياسه ملكيه الدوله للاكتتاب العام، وتبقى في الحاله ده هي يعني سهله ان يقوم المستثمر بالاستثمار فيها، وفي الحاله دي يبقى القطاع الخاص بياخذ وضعه في منظومه الاستثمار في مصر. الحقيقه المؤتمر الاقتصادي انا رايي ان احنا اتاخرنا كتير، لكن الحمد لله اتاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي. التوصيات المؤتمر الاقتصادي جاءت رائعه جدا، وجاءت فعلا في صميم الاحتياج لتطوير العمل الاقتصادي في مصر، وانا بأهنئ مصر وأهنئ برنامج الرئيس الحقيقه على ما يعني تم عنه المؤتمر الاقتصادي اللي انتهى اليوم. دكتور عادل، كما ذكرت خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات، وعن هذه التوصيات كيف عالج المؤتمر أو كيف يمكن أن تعالج هذه التوصيات أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله؟ مما لا شك فيه أن الاقتصاد المصري مر كما كباقي الاقتصاديات على مستوى العالم بظروف جديدة التعقيد، منها على سبيل المثال الحظر الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وده كل الاقتصاديات على مستوى العالم مرت فيه، ولكن ان الدوله المصريه تجمع مجموعه من الخبراء لمده 3 ايام ويقرروا الاول في اليوم الاول ياخذوا الاقتصاد بشكل كلي، وفي اليوم الثاني يتسعوا اضافه القطاع الخاص الى المنظومه الاقتصاديه المصريه، ثم ياتوا التوصيات في اليوم الثالث. فانا رايي ان البدايه هذا نجاح كبير. الرئيس النهارده برضه كان واضح جدا لما قال ان هناك تفكير بين الاقتصاديين والخبراء اللي عرض عليهم انهم ياخدوا الوزاره، وربطوا منهم الاداره ارقام خياليه وقال لك انتوا ما تدوش بركات، خلوني انا مستشار ليكم. في الاخر وصلت التوصيات الى فعلا الى خطه علاج حقيقيه للاقتصاد المصري، تبدا في كيفيه دمج القطاع الخاص في منظومه الاقتصاد الكلي لمصر، وانا رايي دي جيده جدا. ثانيا برضو موضوع ان عدم تحميل او ضغط رسوم او ضرائب شديده الا بعد اجراءات يعني شديده، موضوع تسهيل الحصول على قروض المشروعات لا سيما المشروعات الصحيه، كل دي يعني مجموعه من التوصيات اللي كان يحتاجها الاقتصاد المصري لكي ينطلق الانطلاقه التي يستحقها الاقتصاد المصري. فخامه الرئيس النهارده قال ان انا عارف ان المواطن اللي بياخد دخله اقل من 10,000 جنيه يعني من المستحيل يعرف يعيش بيهم، والدوله عايزه ترفع المرتبات وعايزه تخلي الدخول تصل الى هذا المستوى، وطبعا يجب العمل كثيرا على ده زي ما قال فخامته ان 100 سنه عمل لا يمكن يتحل في 3 أو 4 أو 5 سنوات، ولكن الشعب المصري خد بقيادته الحكيمه يستطيع ان يصل الى المستحيل. صحيح. لو تكلمنا دكتور عادل عن مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر، إلى أي مدى يؤسس المؤتمر لحوار هادف بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار في مصر؟ من المعروف اقتصاديا أن ما فيش نهضة اقتصادية في أي دولة إلا بمشاركة القطاع الخاص ومشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمتوسطة، وطبعا المؤتمر النهارده بيؤصل لخارطه الطريق لكي يبدا الحوار الهادئ فعلا مع القطاع الخاص. القطاع الخاص النهارده هناك بعض المشروعات اللي ذكرت في وثيقه سياسه ملكيه الدوله اللي هيقوم الدوله بطرحها في البورصه، ويستطيع القطاع الخاص ان يدخل وان يستحوذ على نسب من الاسهم يشارك فيها في
العمليه الاقتصاديه. بالنسبه لموضوع المواني بنتكلم فيها النهارده بخانه الرئيس، وان انا مش ببيع المينا ولكن باجر المينا، يعني بيقوم بعمل قطاع خاص بيقوم بنشاط الاداره وليس نشاط الملكيه. كل الامور دي مجتمعه انا متاكد هتوصل لبدايه جاده وجيده لانطلاق الاقتصاد المصري، ان لا يوجد اقتصاد في العالم ينطلق بدون مشاركه حقيقيه وجاده من القطاع الخاص. صحيح، جزيل الشكر لك دكتور عادل المسلميني الخبير الاقتصادي.